حضرتك من الأشخاص يلي ما تمكنوا من الخروج فور بدء العملية وبقيت عالق داخل المخيم لفترة طويلة. دليتنا للساعة 12 جوا وكسب وقاعد قاعدة وحدة بالذات. ما في حدا كله ظهر. تهمكم وأوائلنا نحن. مش حرام عليهم. مش حرام. مش عملنا راح كله جوا. نحن بنيت مين؟ يسألوا بينا يا ناس كيف تعيش الواحد بهالبلد حرام عليهم حرام دوينا ما بنعرف نقدر نجيبهم ما في شيء وين اربع ايام خمس ايام النا بيوتنا كلها احترقت جوا مين ما تعوض علينا ويهمنا كل العالم برا قاعده حرام حرام عليهم يشوا علينا يشوا على اولادنا لحنموت وانا يا دوله تحكي بينا نحن شعب هون نحن لبنانيه نحن عندنا كرامه وين كرامتنا وين لبناني كرامه حرام عليهم حرام حرام اللي عم يعملوا فينا فيه هناك حرام ايضا هنادي هناك العديد من الاشخاص كما ذكرت الذين فقدوا ممتلكاتهم هناك من لم يتمكن حتى هذه الساعه من الخروج من المخيم ساحاول التحدث مع المزيد من الاشخاص الذين تمكنوا من الخروج بالامس وفي الايام الماضيه هناك العديد كما سمعنا من القصص التي سمعناها قبل الهواء هناك العديد من الأولاد الذين كانوا في حالة من الخوف الشديد بسبب هذا القصف حج حضرتكم قدرتوا تظهروا هل لليوم في بعد ناس عالقة بمحلات يلي عم بصير فيها فعلا اشتباك احنا منطقتنا أخوي راح بيته كله البناية وعمي أبو محمود ودار ندر ودار شعبان ودار الصداوة طلعنا تحت الدرب لأنه صار القصف على البناية شي طلع لابس وشي حافة ومشردين قاعدين عشان يرتاحوا الفلسطينية بالمخيم وإحنا فلسطينية لأنه هون القدس والأقصى وغزة فلسطين شعبين عم بتحاربوا وهن بحبوا بعض ومناسبين بعض بس ايد غريبه عم تفتن وعم بردوا ورا الفتن والعطر علينا الساعه 2 بالليل فيقنا الاولاد وهربنا اولادنا تحاصرت جوا لامبارح لطلعت يتق الله فينا ما بدنا غير مأوى تهجرت اهالينا من 48 ونحن عم نتهجر كل يوم والثاني شو ذنبها هاي الجيران كلياتنا جيران نقعد بالجوامع وبالشوارع والاطفال ابن ابني بقول لي راحت بركه الماي بنت ابني بتقول لي راحت لعبتي عم نايمه على الحرام عند خالته راح بيته وجارنا راح بيته وجارنا راح بيته وجارنا راح بيته كلها التعمير راحت احنا شو عاملين احنا الله الله متكلين على الله بدنا هيك يهدوا بالنا نقعد ما نضل نتهجر ما بدنا شيء حجة في ناس بعدها تحت الخطر جوا في ناس مش قادرة تطلع جوا بالمخيم بس لمنطقتنا هربت كلياتها لأن صار تضرب عليها حرق على البيوت حرق 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 البيت اللي ما احترق اتدمر البيت ما اتدمر راح ازازه صار للهدم احنا بدنا نقعد بامان الجهتين بنحبهن واولادنا واخواننا واطفالهن ما بنستغني عنه بس في ايده غريبه عم تفتن ما يردوا عليها يهجرونا احنا نكون السبب